التوقيت، لأن المركز ديالنا نشأ من مساهمة عدد من الزملاء الأساتذة والباحثين الذين يشتغلون منذ عقود على هذا الأمر. بدا لنا الحاجة إلى إيجاد إطار هو الذي سميناه مركز إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات، لأن هناك نقاط التقاء، وأن المقاربات ديالنا انطلاق من تجربتنا في هذا الميدان، وأيضا انطلاقا من علاقاتنا بالإعلام، أنه يمكن أن نقدم قراءة وتوضيح وإضاءات جديدة لضياع الإرهاب، لأن الآن بات الجميع مقتنع على أن الإرهاب ليس عملية تقنية، ليس مقتصر على الاستخبارات أو الأمن أو القضاء، هي إشكال المجتمع برمته بما فيها مسؤولين أمنيين مغاربة يلحون باستمرار على أن قضية الإرهاب هي قضية الجميع، تبدأ من البيت، من المدرسة، من الشارع، من قطع الطريق، على كل المسببات التي يمكن أن تحول مواطنا هادئا إلى قنبلة وآلة للقتل والتقليل. لذلك نحن نريد أن نساهم انطلاقا من كباحثين، وكما لاحظت على أن الندوة شملت ناس أمنيين، باحثين، مراكز بحث وتفكير، القضاء في شخص السيد يوسف العلقاوي. نحن نأمل أن نقدم مقاربة أفقية تجمع بين كل هذه الإحالات. كافية هذا الأمنيين سي الخيام في تصريحات صحفية يقول بالضبط أنه الإرهاب ليس مسألة فقط تهم الأمن، يتهم الجميع. نتابع كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء، وعندما يتخلى المجتمع برمته عن مواجهة الظاهرة فإنه أول الناس، أول المؤسسات التي يتضرر من ظاهرة الإرهاب. لذلك من مصلحة يعني الشعوب، من مصلحة المجتمعات بكل مكوناتها أن تساهم في هذا العمل. لا، الإمارات هو حضور مركز هداية من المراكز الخمس على المستوى العالمي في مجال التفكير في هذه الظاهرة وتفكيكها ومعرفة أصولها واقتراح حلول. نحن سعداء يعني بشكل كبير أن يحضر معنا السيد مقصود كروز الذي هو المدير التنفيذي لمركز هداية، أولا لتبادل التجارب بين هو مركز يعني كبير علينا بزاف، ولكن نحن سنستفيد من تجربته الكبيرة. ثم أيضا نحن نعزز أيضا مقاربة الدول المغربية في إيجاد جسور بين مؤسسات البحث. نحن نعتز بالمقاربة الأمنية المشتركة بين المغرب والإمارات العربية المتحدة، لأنهما بجوج عضوين في المنتدى الدولي لمكافحة الإرهاب، بل يترأسان هذا المنتدى. يعني حضور مركز هداية في ندوتنا مسألة عادية، وجهنا الدعوات لعديد من ليس فقط مركز هداية، هناك مراكز أخرى، هناك شخصيات أخرى، كان أملنا ونحن يعني سعداء بأنهم استجابوا لدعوتنا. المغربي يستفيد منها بقدر على أنه ما يسمى بالضربات الاستباقية، ما يسمى بالإعلام تلعبون دور كبير في 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 تحجيم هذه الظاهرة، في فتح نقاش على الشباب بالخصوص، فتح آراء. أنا أعتقد أن المغرب مقاربته جيدة، لدرجة لأنه في الوقت الذي توجد فيه عملية في عدد من الدول التي لها مؤسسات أمنية كبيرة، المغرب الحمد لله يعني لم تقع عملية منذ 2011، وهذا يعني يشكل مكسب كبير للأمن المغربي، للاستخبارات المغربية، للدولة المغربية. مع كامل الأسف نحن كباحثين باقي ما وصلنا شيء بشكل ظاهري، لأننا نعمل بنوع من الانسجام أو نوع من المقاربة المشتركة بين الباحث والمراكز الأمنية. هذا النوع من الندوات يهدف إلى من ضمن أهدافه أننا نجمع ما بين كل فاعلين في مجال الأمن.